السلام عليكم، عبد الله الدرويش احييكم ويقدم لكم حلقه جديده من برنامج في المرمى، نخصصها للحديث عن ختام الدوري السعودي وعريسها الهلال. وفي عنوانها الرئيسي نقول: يريد التتويج، يريد ان يكون هو البطل في اليوم الاخير، يريد يدمر دفاع الفتح. بعد ان حبس انفاس جماهيره 50 شوطا، الهلال يحسم لقب الدوري في شوط واحد. والذهب. توج الهلال بلقب الدوري السعودي لكرة القدم مع ختام الجولة 26 الأخيرة من المسابقة بفوزه على الفتح 4-1 ليحل بالمركز الأول للترتيب بفارق نقطة عن الأهلي، حيث أنهى الهلال البطولة ب 56 نقطة من 16 فوزا وثماني تعادلات وهزيمتين. قبل المباراتين الحاسمتين كيف كانت توقعات جماهير الهلال في الرياض والأهلي في الشرائع؟ نتابع. نحن من عشاق الهلال قبل أن يجي الحبسي، إن شاء الله خريبين، إن شاء الله يحزم المباراة اليوم، إن شاء الله اليوم الهلال بقدها بجمهوره، وان شاء الله تكون احلى ختاميه للجماهير الاهلي. بحضره الهلال ما اخاف من احد، يعني الهلال ان تفرح اكثر. جايين من عمان وكلنا ثقه. لا اليوم تتويج غير، الهلال شاف اليوم الكاس انتهى الوضع خلاص. انا جاي اتزوج بالدوري بس. فتح فريق صعب، فيصل درويش. تبي هلال؟ ما تخاف انه فتح الجبال يرجعكم سهلين اليوم؟ والله شوف انا صراحه ماني هلالي لكن مسانده. الاسود ذا عندنا الاتحاد. لا القادسيه الكويتي والهلال السعودي لان عندي ازرق انا. غالي وشعارك دايم في العالي. مرك حالي يا الاهلاوي. الاهلي جينا نسوي المستحيل الاهلي. ان شاء الله المدرب ما يخطي لانه دائما يسلم المباريات. ما نفكر في الفتح ولا نفكر في الهلال. ربك كاتب يصير. ما اخذنا الدوري مباراه الهلال، يمكن ربك اخرها، كل تاخيره في اخيره، يمكن ربك اكتب لنا الدوري الان باذن الله. باذن الله اليوم نحسم الدوري. داهم بن يقول دوري ولا بدون وانت نادي الذهب. واليوم وكل يوم شاغل بالي يا الاهلاوي كاسمير. متفائلين ان شاء الله باذن الله اليوم فايزين. الفريق ان شاء الله كله السومه
كله سومة الفريق الأهلي إن شاء الله كله سومة إن شاء الله تفاؤل مع أنه يعني ضاعت لكن إن شاء الله ربي يجيبها. كجماهير متفائلين إن الفتح يعمل شيء وإن لعيبة الأهلي يكونوا في يومهم. بحاول واحد بأحد إن أهلاوية بإذن الله ونفرح هنا في مكة. إذا ما حضرنا عشان أكان نحضر عشان مين. ما نحضر عشان فوز خسارة. متفائلين إن شاء الله الليلة أهلاوية إن شاء الله بإذن الله. زعلان قبل شوي؟ لا مش زعلان والله بالعكس انا لاني انا يقول البطوله الاهلي متعصب لكن انا عاشق انا عاشق نادي الاهلي. نتوقف قليلا مع فاصل نعود لنتابع في المرمى وفيه اسامه هوساوي يخص العربيه بحديث حول علاقته مع الهلال بعد بطوله الدوري. حياكم الله من جديد. إذن إلى المباراة التي نجح الهلال فيها بالفوز على الفتح وإنهاء مواجهة الأهلي في جدة مبكرا. ديما محمد السايح تابعت المباراتين وجاءتنا بالتالي. قصة نجاح احتاجت لأكثر من 237 يوما لتروى. قصة نجاح طويت صفحتها في الرياض بمشاهد فرح وتتويج قدمتها لنا الكاميرا لنستمتع بتفاصيلها. فلصورة السعادة بلاغة تصعب منافستها. لاعبو الهلال رفعوا الكأس للعام الثاني على التوالي والخامس عشر في تاريخه. أمام فنجان القهوة جلسنا لمتابعة 90 دقيقة حلم. لم يكن لنا الظمأ نفسه ولكن كانت لنا نفس الرغبة في متابعة مباراتين حاسمتين في الوقت نفسه. الأعين بداية توجهت نحو استاد جامعة الملك سعود. في الدقيقة الخامسة استمتعنا بفكرة احتمالية هز الشباك. كرة ثابتة سددها عمر خربي وقف لها القائم سدا. عقارب الساعة مشت فقط 3 دقائق ليستعد السوري مرة أخرى ويسدد، ولكن هذه المرة كتب بها فرحة هلالية بهدف أول. انتقلنا بالأعين نحو ملعب شرائع في مكة لنرى إلى أين وصل سيناريو لقاء الأهلي وأحد. النتيجة لا زالت لا أهداف. لم تقتصر متابعتنا سوى على محاولتين فاشلتين للتسجيل، وغفلنا في الوقت نفسه عن مشهد إحراز هدف التقدم الثاني في الرياض. بطله كان عمر خربين في الدقيقة 13. دقائق وعدنا نحو متابعة اللقاء الآخر المقام في مكة. سيناريو إضاعة الفرص تواصل. أحداث مباراة الهلال والفتح المتلاحقة أعادتنا إليها من جديد لنتابع هجمة زرقاء وهدف ألغاه الحكم بداعي التسلل. 29 دقيقة مرت لنرى الركنية الأولى للفتح، إلا أن دفاع الأزرق يتدخل ويبعدها. وبالعودة إلى استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية النتيجة سلبية لا جديد فيها. هدف خربين الثالث كان مدهشا، أتى بغتة في مكان وزمان لم نتوقعه. الدقيقة 39 أعلنت ضرورة العودة إلى مكة من أجل متابعة رواية هدف أول للأهلاوي ليوناردو دي سيلفا. أصوات فرح تسجيل هدف هلالي رابع علت، فما كان منا إلا أن عدنا للرياض لمتابعة هز أشرف بن شرقي للشباك في الدقيقة 40. رباعية زرقاء وهدف أهلاوي، وبعد 45 دقيقة اللقب هلالي. الشوط الثاني انطلق ودقائق من الترقب الصامت حتى جاءت عرضية بريك في الدقيقة 51، عجزت لمسة بن شرقي إدخالها الشباك.
ومشهد الفشل يتكرر من كرة ثابتة بعدها بثمان دقائق. أشلهوب يدخل وبن شرقي يخرج والجماهير تصفق وتحيي. ترقب صامت لتركي آل الشيخ ومشهد فرح يغني عن أي تعليق. محاولة أخيرة لخربين قبل تبديله مع ياسر القحطاني. حديث وإشارات بين بيتزي ورئيس الهيئة العامة تذهب بالأفكار بعيدا بين السؤال والرغبة في إيجاد الإجابة. تسديدة فتحوية من كرة ثابتة صدها الحبسي في الدقيقة 82. بيدرو يقلص الفارق بهدف وحيد في الدقائق الأخيرة. لم تحبس فرحة التتويج. الأهلي أنهى لقاءه مع أحد بهدف، ولاعبو الأزرق يتوجون أبطالا في ليلة زرقاء. هي ليلة لا يمكن اعتيادها أو التعامل معها بغير الرهبة والحماسة. هي ليلة أعلنت نهاية موسم مضى وفرضت مسؤولية وهوية ستطغى على حميلها طيلة موسم مقبل. هي ليلة تتويج اختصرت بجمالها مشاهد ومحطات وأزمات وقصص كانت ملح الدوري ختمها الهلال برفع الكأس. ديما محمد السائح، العربية. خص أسامة هوساوي برنامج في المرمى بحديث يكشف عن نهاية علاقته مع الهلال ببطولة الدوري. نايف الثقيل، ألف مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك. الحمد لله، أنت حققت أكثر من دوري في الفترة الماضية. هالدوري ذا كان صعب بالنسبة لكم؟ والله كان صعب، يعني الموسم كان، يعني مرينا بظروف صعبة صراحة في هذا الموسم. بداية الآسيوية وتغيير مدربين، يعني حاجات كثير صارت، ولكن يعني اللي يخليك تعرف انه الهلال فريق كبير رغم الصعوبات رغم كل شيء انها جبنا الدوري. كابتن حسمتوها من الشوط الاول؟ الحمد لله نزلنا بكل قوه بكل اصرار، لعبنا على تكتيك محدد، مدرب وضع التكتيك، خاصه هدفين الاول تحركات عمر كان التكتيك اشتغلنا عليه كثير، والحمد لله اول ربع ساعه اللي كانت الهم قدرنا نجيب فيها هدفين هنا البار. كابتن بخصوص التجديد، تجديد مع علاقتك بالهلال؟ علاقتي حلوه مع الهلال. لا قصدي تعاقديا. تعاقديا انا يعني انتم المشكله تسالوا اسئله معليش و... لا انا ادري انك هاوي. طب خلاص ما يعني ما يحتاج اجدد هاوي. ادري انك ما يحتاج اجدد. العقد سنتين والحمد لله الواحد قدم كل ما عنده في هذه السنتين، مثل ما قلت قبل في يو اف ام جماهير الانديه الكبيره دائم تبغاك تعطي كل اللي عندك. تعرف الواحد اليوم عمره وضعه مو زي الامس، يعني هذا حال الكوره هذا حال الدنيا. والحمد لله انت شفت وسط الموسم اغلب اللاعبين مستواهم نزل، جماهير هاجمتهم، جماهير ما ترضى، خاصه انت كلاعب مهم كقائد انك متعودين عليك على رتم محدد، اول ما ينخفض الرتم الجمهور ما راح يرضى، ولكن الان التركيز الاكبر على ينفهم من كلامك انك يا انك بتعتزل او انك بتتجه لنادي من انديه الوسط. أندية الوسط؟ والله ما في شيء، بس تقريبا تقدر تقول الهلال يعني انتهى خلاص آخر موسم. آخر موسم؟ ايوه تقريبا، لأنه أصلا العقد سنتين واتفاق سنتين. وين بتروح كابتن؟ من أول كان السنتين، والله تركيز الآن على المنتخب، الله يوفقنا ورانا من خيارات لك مطروحة كابتن؟ والله تركيز على المنتخب، صدقني يعني ما في أي شيء. إلى الرياض معنا من هناك تركي العواد اللاعب السابق، وأيضا ينضم إلينا من جدة يوسف عنبر اللاعب والمدرب الحالي. اهلا بكما. ابدا معك دكتور، يعني هل دخل الهلال بالتشكيله المناسبه؟ يعني انت بالامس كنت تقول انه من المهم ان يبدا الهلال بعمر خربين مكان ريباس، بدا اليوم مدرب الهلال بعمر خربين وكان هو لاعب الحسم. صحيح. في البدايه خليني ابارك لجمهور الهلال، اعتقد جمهور الهلال يستحق ان احنا نبارك لان صبر على الفريق وظروف الفريق هذا الموسم، وكان يعني تحمل مع اللاعبين الضغوط والكثير من الضغوط، وكان صبور وتفهم وضع الهلال في هذا الموسم. أيضا أبارك لإدارة الهلال بالذات الأمير نواف، تحمل الكثير في هذا الموسم. أنا عندي هذا الموسم أصعب موسم مر على الهلال تاريخيا، أنك تخسر بطولة آسيا وتعود وتحقق الدوري. لا أعتقد أن نادي سعودي يعني حقق هذه المعادلة، تخسر النهائي وتعود في نفس الموسم لتحقق البطولة. أيضا يعني اللاعبين كان لهم دور كبير، الضغوط الكبيرة، النقص الكبير، المشاكل اللي صارت للهلال من إصابات ونزول مستوى
وايضا خساره الاسيويه كانت ظروف صعبه. يبدو عبد الله انه يعني اخوان براون شاف البرنامج البارح، احنا تكلمنا عن اهميه انه عمر خربين يشارك من بدايه المباراه، تكلمنا عن بن شرقي انه المفروض انه دائما يدخل على 18، شفناه اليوم خطير لما دخل على 18 وايضا اعطى ياسر الشهراني الفرصه للدخول عن طريق الاطراف، ايضا امس تكلمنا عن ميليسي وعن محمد كنو لازم يكونوا موجودين في 18، يعني كانه هو استشف شوي من ما قلناه، ولكن تشكيله جدا رائعه دخل فيها الهلال، وتجد في 18 في كل هجمة 4-5 لاعبين من الهلال، هذا ساعد الهلال أنه يسجل مبكرا وساعد الهلال أنه يوصل من دقيقة 3-4 الهلال وصل في أكثر من هجمة، لذلك يعني كان واضح. إضافة للقتالية يعني صحيح تشكيلة الفريق وأسلوب اللعب كانت رائعة من إخوان براون، لكن أيضا القتالية والحماس غير العادي لعيبة الهلال ما أعطت فرصة لفريق الفتح أنه يتنفس في هذه المباراة. دقيقة 7 هدف، دقيقة 15 هدف، يعني تقريبا من أول 15 دقيقة المباراة انتهت لمصلحة الهلال، والهلال لاعبي الهلال كأنهم يبغون يسجلون مبكرا لأنهم عارفين الضغوط مع مرور الوقت بتكون عليهم أكبر، ولكن فعلا عمر خربين كان رجل المباراة، راهن عليه أمس وراهن عليه المدرب، وفعلا كان في يعني في الموقف. نعم. وكان نجم المباراة. طيب كابتن يوسف عنبر، يعني هذه المباراة أثبتت قيمة اللاعب الحاسم عندما يحضر، يعني عمر خربين في الموسم هذا كان حضوره غير مشهود لأنه ريباس كان يحصل على الخانة دائما، ولكن حينما احتاجه الهلال في المباراة حضر وسجل هاتريك مبكر جدا وحسم البطولة للهلال. قيمة اللاعب الحاسم كابتن كيف ممكن تحضر، يعني كيف من الممكن أن يكتشف المدرب أو الفريق قيمة اللاعب الحاسم داخل أو حينما يحتاجه يعني في مباراة معينة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، خليني أولا أهني الجماهير الهلالية والجهاز الفني الهلالي والأعضاء الشرف وجميع الأخوة الهلاليين. أرجع لسؤالك، إحنا نعرف العام الماضي الهلال حقق الدوري من خلال محافظته على أو استقطابه لعمر خربين نهاية في الشتوية في العام الماضي، وبالتالي اللي حققه العام الماضي عمر خربين ها هو يحقق الموسم هذا من خلال مشاركته وحسمه لنتائج مهمة. عمر خربين لاعب هداف، يمكن المدرب كان بيعتمد على ريفاس في بعض المباريات، لكن في بعض المباريات زي ما تفضل الدكتور ما يحسم اللاعب بحجم عمر خربين. هذه من المكتسبات اللي حافظت عليها الإدارة الهلالية، تواجد العناصر ذات الخبرة والمهمة في الفريق، ميليسي، عمر خربين، والاستقطابات اللي حصل عليها الفريق الهلالي في هذا الموسم. نعم دكتور، قيمة اللاعب الحاسم في مثل هذه المباريات، يعني عمر خربين في هذه المباراة حضر وأنهى المباراة مبكرا، يعني من الشوط الأول حسم الهلال هذه البطولة. اللاعب الحاسم كيف يستشعر الثقة داخل المباراة ويؤدي الأدوار المطلوبة منه، حتى أنه أحيانا يؤدي أدوار 10 لاعبين ممكن داخل الملعب؟ صحيح، يعني عمر خربين اليوم دافع وهاجم، ضغط على الخصم بشكل كبير، الهدف الثاني بالذات كان لو أي مهاجم آخر ما سوى هذا المجهود للبحث على الكرة وسبق المدافع وسبق الحارس، فهي تمريرة يعني جيدة ولكنها مش تمريرة صناعة ولا هي تمريرة هدف. عمر خربين بمجهوده هو من جعلها تمريرة هدف، إضافة إلى ضغطه على الدفاع بشكل مستمر، دخوله قبل المدافعين، وهذا اللي تكلمنا أمس، عنده ميزة غير عادية أنه دائما يدخل قبل المدافعين، هو المبادر ما يعطي الفرصة للمدافع أنه يدخل ويشيل الكرة قبله. إضافة اليوم صنع لبن شرقي، صنع لسيروتي، صنع حتى لأكثر من لاعب للشلهوب، حاول أنه يساعد الفريق، ما كان فقط يبغى يسجل سوبر هاتريك أو يسجل 4 أو 5 أهداف في المباراة، على العكس كان متعاون متحرك طول المباراة، حتى في هجمة مرتدة كان هو من أنقذها من كورنر وهو من قادها يعني لتكون هجمة مرتدة. فهذه الأدوار هي أدوار اللاعب المبادر
المبادر بغض النظر هل كان مهاجم او لاعب غير مهاجم، كان ادواردو يقوم بهذه الادوار، كان نواف العابد، سالم الدوس، اللاعبين المبادرين اللي يشيل الفريق في هذه المرحله هو اللاعب الحاسم، ليس بالضروره ان يكون لاعب هداف، ولكن اللاعب اللي يعني عندما يحتاجه الفريق يبرز ويكون نجم مباراه ويحمل الفريق على اكتافه، لان نعرف ان الهلال يغيبه كل النجوم اللي ممكن يحملون الهلال على يعني اكتافهم، سواء ادواردو او سالم او نواف العابد او حتى سلمان الفرج. فهو اليوم لازم كل العبء على خربين، ولكنه كان في الموعد وحمل الهلال فعلا في هذه المباراه الهدف المبكر اللي سجله فعلا أنهى المباراة وجعل الهلال أقل ضغطا، وأصبحت المباراة أقرب للمباراة استعراضية والاحتفالية لأنه كان في الموعد. وخربين عودنا بشكل مستمر أنه يكون في الموعد، وهذا شيء رائع لما يكون عندك لاعب حاسم تجي المباريات الحاسمة نشوفها حتى مع كريستيانو رونالدو، نشوفها مع ميسي، نشوفها مع عدد من اللاعبين اللي لما تجي المواعيد الحقيقية يسجل فيها، عكس لاعبين آخرين اللي يسجل لما تكون المباراة 2-0 يسجل لك هاتريك، يعني هذه ما لها أي قيمة، لكن في هذه المباراة يعني اللاعب الحاسم هو من يعطيك البطولة. صحيح كابتن يوسف، يعني اليوم أيضا كان في لاعب مؤثر جدا داخل تشكيلة الهلال اللي هو بن شرقي، تحركاته داخل الملعب يعني في العمق في الأطراف، أيضا صناعة العديد من الأهداف، يعني كثير من الأهداف، وأيضا تسجيل هدف مهم. اليوم أدوار بن شرقي في الملعب كيف كانت كابتن يوسف؟ يعني نبغى تحليل فني أعمق لأدوار بن شرقي داخل المباراة اليوم. في الحقيقة يعني هذه من الحاجات الإيجابيات الجيدة اللي تكلمنا عليها اللي تخص الإدارة، استقطاب بن شرقي وسيروتي والاستقطابات هذه وفقت فيها الإدارة بشكل كبير جدا. أنت بتتكلم على لاعبين عوضوا غياب لاعبين مؤثرين مثل إدواردو، مثل سالم الدوسري، مثل نواف العابد، مثل سلمان الفرج. القوة الهجومية كانت عند الفريق الهلالي كانت ضاربة من خلال الاستقطابات هذه. احنا لا ننسى كمان انه عمر خربين كان غايب اكثر من شهرين تقريبا من خلال اصابة لحقت به، ولكن لما عاد في الموعد. سيروتي وبن شرقي بيقدموا ادوار كانت هجومية خطيرة جدا، غيروا من الشكل للفريق الهلالي على المستوى الفني. احنا نعرف الفريق الهلالي كان عمله مع السيد دياز كان عمل ممتع، في عمل فني ممتع، هنا الان لا، تتكلم على لاعبين بيعملوا اعمال فنية داخل الملعب ما هي مرتبطة بالجهاز الفني. احنا نعرف الجهاز الفني حضر من خلال 5 مباريات سابقة، لكن اللاعبين زي ما تفضلت بن شرقي وسيروتي عملوا إضافة فنية قوية جدا، بالإضافة للاعبين القدامى اللي موجودين في الفريق الهلالي. كان نتكلم على البريك لاعب مميز، على ياسر الشهراني، على قيادة أسامة. الهلال بيمتلك عناصر تستطيع أن تدير الدوري باحترافية، وهذا ما شاهدناه من خلال الموسم هذا. ضحى أي نعم في بطولة آسيوية وضحى في كأس الملك، ولكن وقت الدوري وقت الحسم حضروا اللاعبين أصحاب الخبرة، والاستقطابات اللي حضرت هذه كان لها دور فعال جدا في تحقيق بطولة الدوري. صحيح دكتور، يعني في المباريات الأولى لبراون وحتى مباراة الأهلي كان النقد قاسي على هذا المدرب، وأنه يعني لا يجيد إدارة الهلال داخل الملعب ولا حتى عند الحلول المناسبة، لكن مباراة الأهلي ومباراة اليوم كشفت عن جانب جيد لهذا المدرب في إدارته للمباراة. وش السر تعتقد يا دكتور؟ كان المدرب يحتاج وقت وفعلا وجد الوقت المناسب، أو أنه يعني تشعر أن هناك في تدخلات في عمل المدرب أسهمت بهذه النتيجة؟ لا، ما أعتقد في تدخلات. يعني أنا عشت في الهلال وقت كافي لأني أقول لك أنه الهلال لا يتدخل في المدرب، يعني من النادر، ما أتذكر أنا أي حادثة أنه تدخل في المدرب. يعني مو ضروري تدخلات بمعناها المباشر دكتور، يعني إحنا نرى أنك تلعب كذا تلعب هذا، يعني تدخلات إيجابية وليست يعني أوامر. هو شوف المدرب يعني تطور مع الوقت وبدأ يجد الحلول لنفسه مع الوقت. ريفاس ما كان جيد في المباراة الماضية، وجدنا عمر خربين يشارك في هذه المباراة. كان بن شرقي دائما يلعب على الطرف، وشفناه في يعني كان يلعب بالأربعة ثلاثة ثلاثة وعلى الطرفين، وكان مضيع يعني الظهيرين في هذه المباراة. وحتى المباراة الماضية شفنا بن شرقي قاعد يدخل أكثر، يعطي ياسر الفرصة للدخول، إضافة
الاضافه، لان لما تكون الهجمه عن طريق سيروتي عن طريق الجهه اليمنى اللي هي انشط دائما نشوف بن شرقي يدخل كراس حربه ثاني، فهذه كلها اشياء شغل مدرب مش شغل احد قاعد يقول. فالمدرب بدا مع الوقت يفهم الهلال اكثر ويعرف مواطن قوته، وبدا يعني يفعل اللاعبين بشكل اكبر ويستغل امكانياتهم بالشكل الاكبر. لذلك شفنا التطور الموجود في فريق الهلال في ادائه. مباراه الاهلي كانت رائعه جدا كاداء، ولكنها كنتيجه كان الهلال على الاقل يستحق ان يخرج بالثلاث نقاط. هذه المباراه من البدايه بدا يعني شاف الاخطاء اللي وقع فيها في المباريات الماضيه، اضافه لان حتى فاجانا لو كان في احد يتكلم معاه كان ما شفنا البليهي مشارك في بدايه المباراه. صحيح. المباراه الماضيه وهذه المباراه كانت مفاجاه، لكن فعلا راهن عليه المدرب بشكل كبير. يعني ايضا الاداء غير العادي لعبد الملك الخيبري في المباراه الماضيه وهذه المباراه، رغم انه يعني كثير من يعني اللي يحبوا الهلال ويحبوا الاداء الممتع ما يتمنوا وجود الخيبري، لانه اداء اقرب للاداء الصلب، الاداء اللي يحفظ مرمى الهلال. فكثير من الاشياء اللي هي اختيارات مدرب وتدل على انه المدرب بدا يفهم الهلال اكثر، بدا يعرف الهلال اكثر، بدا يستغل امكانيات اللاعبين بشكل اكبر، وهو مع الوقت تطور. هو ما غير، ما جاء في مباراه اليوم مثلا وجاء بتشكيله جديده، لا هي امتداد. لو شفنا تشكيله اليوم هي ما انتهى عليه في مباراه الاهلي، ترى ما غير اي شيء، نفس اللي انتهى عليه في مباراه الاهلي هو جابه في هذه المباراه. لذلك انا اقول لك انه هو تطور وفهم اكبر واعمق من المدرب للفريق بعد سلسله من الاخفاقات والتغييرات غير الجيده بدا الان. وفعلا الوقت مناسب، في مباراه الاهلي كانت مباراه حاسمه وهذه المباراة حاسمة، فهي بالنسبة لي هي نظرة فنية وتطور منطقي لفكر المدرب. جيد. كابتن يوسف، في المقابل يعني الفتح، هل الفتح دخل يعني دخل كأنه سيحرج الهلال وواجه هو نفسه الإحراج؟ يعني هل فشل المدرب فتح الجبال في إدارة هذه المباراة وسلم الهلال النتيجة من شوطها الأول؟ لا، أنا أعتقد أنه الهلال كان يستحق النتيجة. نتكلم على عزيمة رجال داخل الملعب، عارفين أنه هذه المباراة تحسم لهم دوري، ما حسمت في جدة، فهم عارفين أنه هذه المباراة بالنسبة لهم تحسم دوري. والهلال دائما لما نحضر في المواقف هذه بيكون حاضر بقوة، فبالتالي أنت بتلعب على ملعبك، عندك أدوات ممتازة، زي ما تفضل الدكتور، تعرف المدرب ما كانت عنده فلسفة أنه هو يغير من هوية الفريق الهلالي بعد رحيل دياز، استمر على نفس النهج، يمكن تغيرت بعض الملامح الفنية اللي كان يتميز بها السيد دياز داخل الملعب من استحواذ وحاجات كثيرة كانت فنية واضحة، لكن المدرب كان واقعي، ما عمل إحلالات كثير في الفريق. احنا شاهدنا الاحلالات اللي كانت اضافات قويه، الاستمرار على التشكيل، الثبات على التشكيل، ما كانت عنده فلسفه هناك انه هو يطمس هويه دياز من اجل انه هو يبرز نفسه، لا، هو تعامل مع الفريق بواقعيه بالمنظومه اللي معاه، عنده لاعبين على مستوى عالي جدا، اصحاب خبره، اصحاب حسم، وبالتالي هو وظف اللاعبين بنفس التوظيف اللي كان موجود في المسابقة طوال الموسم، وشفنا ما كانت فيه هناك تغييرات أو إضافات سوى بسيطة جدا، اضطر من خلال إصاباته ومن خلال التدوير اللي كان يعمله من خلال الخمس المباراة السابقة بين البطولة الآسيوية وكأس. نعم دكتور، سؤالي الأخير في هذا الجزء قبل أن ننتقل إلى الجزء الأخير في الحلقة، هل الهلال كان محظوظ هذا الموسم بضعف المنافس أو بضعف المنافسة في الدوري، أو أنه هو فعلا الفريق الأحق بتحقيق اللقب عطفا على الموسم كاملا؟ هو على الموسم كاملا الهلال يعني اللي قدر يعود بعد بطولة آسيا، للأمانة أنا توقعت بعد بطولة آسيا أن الهلال سيخسر كل شيء، وهذا وضع طبيعي، يمكن يرجع في نهاية الكاس زي ما صار في 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 الموسم اللي خسر منه في مع سيدني وعاد في الأخير، ولكن هي القضية بالنسبة للهلال عودته ومحاولة الثبات. الهلال ما سقط رغم أنه تعثر ويعني نزف كثيرة، ولكنه ما سقط. طبعا الأهلي ما كان في أفضل حالاته، لكن رغم هذا الأهلي في آخر 14 مباراة كان يقدم مستويات جدا رائعة. تماسك الهلال هو ما جعله يفوز بهذا الدوري الأصعب بالنسبة لي، أنا أعتقد أنه أصعب دوري مر على الهلال. شيء بس سريع عبد الله قبل يعني نختم، أنه يعني شكرا للاتحاد السعودي على هذا التتويج الرائع لرابط الدوري المحترفين لمعالي المستشار
اللي اليوم بعفوية غير عادية أضاف الكثير على التتويج، كان تتويج رائع، أداء رائع، مباراة رائعة، ملعب جميل، فعلا شيء مشرف للكرة السعودية. طيب أرجو أن تبقى يا معي، سنذهب سنعود لكم في الجزء الآخر، لكن الآن نتجه إلى ردود الأفعال أو الفاصل، نتجه إلى ردود الأفعال بعده نذهب إلى الفاصل. الله يبارك فيك والحمد لله رب العالمين، وألف ألف ألف مبروك لكل الجماهير الهلالية. حسمتوها من بدي يا كابتن؟ الحمد لله، دخلنا بتركيز جدا عالي وقدرنا أن نحسمها من الشوط الأول والحمد لله. أعتقد هي المباراة الفيصلية كانت مع الأهلي، والحين هنا نعرف أن الجيب بنكون ما بيننا وأرضنا وجمهورنا، عمل فارق كبير وخلصناها من الشوط الأول. طعم الدوري مع الهلال والله جدا مميز، جدا أول لقب بالنسبة لك دوري الحمد لله رب العالمين. طيب كابتن، وش مستقبلك مع الهلال؟ والله سنتين آخرين إن شاء الله، إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى. كنت طبعا متابع بسبب الإصابة، كنت متابع من برا الملعب، كيف شفت جولات الحسم الأخير؟ كانوا رجاجيل في الملعب، كانوا قد الحمد لله. وكيف امورك الحين؟ الحمد لله تمام ان شاء الله. متى ان شاء الله عودتك كابتن؟ والله ان شاء الله 3 أسابيع اسبوعين ان شاء الله، اموري طيب ان شاء الله. كابتن الف الف مبروك. الله يبارك فيك، الحمد لله. ايش في البندري ما تبسم؟ الا والله ضحكي بندري ضحكي له. ابتسم. ايوه. مبروك الدوري. الله يبارك فيك، الحمد لله اشكرك. بالنسبه لك؟ اي والله والله كان صعب، الحمد لله الى اخر جوله حلاوه الدوري كذا. كابتن اليوم وزعت تيشيرتات خاصه على الجمهور. بدون اي مناسبه، هذا شيء بسيط والله لهم. بالنسبه ما وداعيه. لا 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 ما ادري ايش اقول لك، لكن والله ما في بالي شيء، وكانت فرحه وانا يعني ابغى اشاركهم الفرحه دايم. بندري بسم مبسوطه؟ ايه. شفتي بابا يلعب؟ ايه. ها تعطيني هذا؟ تعطيني اياه؟ بابا اكبر. قولي له مبروك. مبروك. انت اللي مبروك. كيف شايف تحقيق اللقب؟ والله اللقب اكيد له طعم خاص، خاصه من الدوري كله طعم خاص. الدوري كان صعب وصعب بلا صح، صعبنا على انفسنا، لكن الحمد لله في النهايه جاء الحمد لله. كابتن في الجولات الاخيره كان فيه يعني ترقب كبير، خصوصا بعد ما اقترب الاهلي منكم كثير. والله اكيد يعني احنا كنا نقدر نفرق بنقاط اكثر، لكن يحصل الدروب للاعبين، يحصل دروب، مرنا ظروف صعبه، اصابات، اشياء كثيره، لكن الحمد لله تجاوزناها، قدرنا نحسم اللقب اللهم لك. اليوم واضح ان الاعداد النفسي حقكم كان ممتاز، والدليل حسبتوها من الشوط الاول. والله الحمد لله يعني مدير الفريق الاستاذ فادي فرج ما قصر من ناحيه هذا، الامير نواف بن سعد الله يعطيه العافيه كان واقف سند لنا بشكل قوي جدا، والحمد لله زي ما تفضلت يعني كان في تجهيز نفسي جيد جدا. طيب طمني على اصابتك. لا الحمد لله ان شاء الله اسبوع بكثير ان شاء الله راجع التمرين. ومبروك العقد. الله يبارك في عمرك. فرحتك فرحتين اليوم. اللهم لك الحمد، اللهم لك ان شاء الله الفرحه زياده مع الهلال ان شاء الله بطولات ان شاء الله. كيف شايف يعني حسم ملفك يعني ملف التجديد وتدخل رئيس الهيئه؟ والله اللهم لك الحمد، صراحه المعالي المستشار تركي آل الشيخ ما قصر، ذكرتها سابقا واذكرها مره ثانيه ومره ثالثه، الوقفه هذه ما راح انساها لها ابدا. يعني شال من ذهني التفكير بالعقد، التفكير بالامور كثيره جدا، وباذن الله ان شاء الله نرد له الجميل هذا، الله يعطيه الف عافيه ويطول بعمره. عبد الله هو استدعاك عنده في المكتب، وش حكيت له وش قلت له؟ والله بالعكس هو يعني هو رجل صراحه يجيب من الاخر، تبغى تجدد؟ نعم خلاص يلا خلص، ما عنده لف تطوير السالفه ما عنده. تبغى تجدد خلاص راح خلص امورك والله يعطيك العافيه. حتى ما كان عندك اشتراطات ماليه عاليه؟ لا ابد ما كان فيه، لان انا حاب النادي ومرتاح في النادي بشكل كبير، ومستعمل المستشار قال لي دائما انت مرتاح في ناديك خلاص. Yes my friend, it's difficult because heavy. المنافسة كانت صعبة، لكن الهلال هو بطل الدوري، أنا سعيد بذلك. تابعت المباريات عبر الإنترنت وأنا في البرازيل. بالنسبة إلى إصابتي سأتمكن من اللعب بعد شهر من الآن. أتصور اليوم لله الحمد كان في انضباط كبير، كان في مبادرة من اللعيبة أنفسهم. عمر على غيابه اليوم يبدأ مباراة من بعد إصابته، اليوم يسجل هاتريك، الجهد ما كان عمر، كان من زملاء من خلفه، كان بالإمكان نحن نطلع بنتيجة أكبر، ولكن اللهم لك الحمد. يعني الجميع برهم إن حضر توفيق الله سبحانه عز وجل لن يقف أحد أمام نادي الهلال. أبو عبد الله متعودين نسى نهاية الموسم مع الهلال تبقى؟ والله شوف استقالتي مقدمة، لا يعني أنا بالنسبة لي لا يربطني لا إنجاز ولا نتيجة ولا خسارة ولا تغيير مدرب ولا خروج رئيس، أنا ارتباطي قائم في نادي الهلال، لأن هذا هو بيتي ثم بيتي ثم بيتي، أكرمني الله سبحانه عز وجل أني ألعب في النادي وأعمل في النادي. استقالتي مقدمة مسبقا عند الأمير نواف، ولكن تربطها بمنجز أو بحدث. وافق عليها؟ عند الأمير نواف، اليوم باقي لنا مباراة نجلس، اليوم أسمع كلام المستشار، لن أسمح لك
ولن أرضى أنك تخرج من هالنادي. الكلمة هذه وسام على صدري لما تجي من لما تأتي من رجل الرياضة الأول ويطلب ويرفض، هذه وسام على صدري. إن شاء الله تنتهي مباراة الاستقلال، وبعد كذا إن شاء الله نسأل الله الخير إن شاء الله لي والنادي بإذن الله. دوري صعب جدا بعد موسم صعب بالنسبة لك. والله زي ما قلت الأمانة، يعني دوري كان في البداية في المتناول يعني في الجولات السابقة، لكن صعب علينا، لكن الحمد لله حالاتها جاب بهذه الطريقة. اليوم ختمتوها بدي من الشوط الأول، حسمتوها. والله أكيد إذا تبي تثبت في مباراة الدوري، مباراة حساسة يعني، ممكن لو تعدلت أو تأخرت في التسجيل راح يزيد الضغط عليك، لكن إحنا فكرنا تفكير سليم إن نحاول نخلص المباراة من البداية، ويا رب لك الحمد وفقنا يعني من البداية. الحين أنت ما توهقت بالاثنين من تعطي الكاس؟ لا لا بالعكس، عندي واحد حق العام عندي واحد حق السنة دي. هذا قابل بيت حق بخفف عليك، قابل بحق العام؟ راضي بحق العام؟ ايه مره اقسم بالله ما هو فريق هذا، هذا ما هو فريق يبغى يلعب يجيب دوري. يا اخي بتلعب يا اخي العب زي الهلال يا اخي. مدرب ضيع مباراه، مدرب ضيع مباراه، مدرب تخبطات، تقدر تقول تخبطات والاوضاع اللي حصلت بدايه الدوري. لا بالعكس، احنا حضرنا للكيان ما هو عشان بطوله او عشان نتيجه، لكن ان شاء الله باذن الله تعالى نعوضها بآسيا بإذن الله تعالى. ضيعناها مباعا مع الهلال، احنا بنفسنا ضيعناها، المدرب ضيعناها. مبروك المدرب الأهلي البطولة حقت الهلال. الأهلي ضيع الدوري حبيبي المدرب ذا. يعني حبينا الأهلي بدون بطولات من أول، ما حنسيبه بدون بطولات. مدرب ما عنده أي شيء يقدم، سيفين المدرب يملك سنتين تدريب أو ثلاث سنوات. والله المدرب هذا نطردوه أحسن والله العظيم. الهلال صراحة يستحق أن السنة هذه يقدم عروض ممتازة. وقفة ثانية وأخيرة نعود بعدها لنتابع برنامج فيلم. حياكم الله. إذن بعد نهاية موسم الدوري السعودي، هنا استعراض ورصد لأبرز الأرقام في الدوري. أرحب من جديد بضيفي هذه الحلقة من الرياض تركيا العواد اللاعب السابق، وأيضا من جدة يوسف عنبر المدرب الحالي. يبدأ معك كابتن يوسف، بداية كيف تقيم هذا الموسم؟ يعني شهد كثير من التغييرات، لعل أبرزها هي إضافة اللاعبين الأجانب، من 6 لاعبين أجانب وصولا إلى الرقم 7. رغم سلبية هذا القرار، لكن أنا أعتقد كان يعتبر قرار موفق لو نظرنا له من ناحية إيجابيته، من خلال أعطى شراسة في الدوري السعودي، أعطى طابع خاص للدوري السعودي. إحنا تخيل مع الرزنامة والبرنامج المعد للمنتخب في هذه السنة الاستثنائية لكأس العالم في روسيا، بعدم وجود الأجانب
فبالتالي ممكن تجد نتائج غير مرضية ومستويات غير مرضية. ولكن نتكلم على تواجد 7 أجانب في سنة استثنائية، أنا أعتقد أعطانا طابع جدا ممتاز من خلال التنافس. تواجد التنافس بين الأهلي والهلال سبب ترى الفرق الأخرى إلا أضافت لاعبين أجانب مثل الفيحة، مثل كثير من الفرق كان لها مشاركة 7 لاعبين أجانب، فبالتالي إحنا نجد المنافسة الشرسة. إحنا نعرف كيف الأهلي تعادل مع الفيحة، كيف الأهلي تعادل مع الفيصلي، كيف الهلال تعادل مع الفيحة، كيف الهلال تعادل خسر في مباراة أخرى، فبالتالي نجد هنا التنافس بين الأهلي والهلال فرق نقطة، ولكن الفرق بين الأهلي وبين الثالث 11 نقطة، الفرق بين الهلال والفريق الثالث 14 نقطة، فبالتالي تجد هنا إنه الفريق الدوري كان قوي من خلال المشاركات العناصر الأجنبية رغم تأثيرها على بعض تواجد اللاعبين اللي نحتاجهم في المنتخبات مثل رأس الحربة وقلب الدفاع، ولكن تظل أعطانا طابع جدا ممتاز جدا. النتائج كانت كان دوري شيق إلى آخر لحظة. دكتور، أكثر ما شدك هذا الموسم أكثر ما شدك هذا الموسم سواء في عدد اللاعبين الأجانب أو حتى أي أشياء أخرى؟ والله أكثر شيء شدني في الموسم هو الإثارة، يعني موسم استثنائي، أجمل موسم أنا عشته في الدوري السعودي، إثارة غير عادية لآخر جولة تنتظر البطل، لآخر جولتين ما تدري من اللي هابط، لأول مرة البطل يعني يحقق الدوري وعنده فقط 56 نقطة، الهابطين لأول مرة يهبط فرق أو يعني يذهبون للملحق، يعني ولديهم حصيلة كبيرة من النقاط، وفقط في آخر جولتين نعرف الجولة قبل الأخيرة فقط القادسية ضمن البقاء ويعني خرج من حسابات الهبوط. التنافس الكبير، ووافق الكابتن يوسف، الفيحة هذه السنة كان يعني نجم الموسم بالنتائج غير العادية مع الفرق الكبيرة، المباريات غير العادية، شفنا مباراة للهلال مع الاتحاد من أجمل المباريات من يعني كلاسيكيات الكرة السعودية ستبقى، شفنا مباراة الماضية بين الهلال والأهلي رائعة، شفنا الهلال والنصر 2-2، شفنا عدد كبير من المباريات الجميلة والمثيرة، حتى المباريات فرق اللي غير مرشحة، فرق الوسط أو فرق المهددة بالهبوط كانت رائعة وممتعة، عدد كبير من الأهداف 542 هدف في الموسم، عدد كبير من الأهداف لكنها كانت ممتعة جدا، موسم استثنائي وغير عادي، حتى الأشخاص اللي خارج الوسط الرياضي أنا ما أعرف نجاح الموسم إلا لما يجوني ناس ما لهم علاقة في كرة القدم ويبدأون يتكلمون عن كرة القدم، معناته أنه الدائرة اتسعت وعدد كبير من الناس شدهم الموقف وشدتهم النتائج والمباريات المثيرة. أعجبني أكثر شيء أنه موسم مثير إلى آخر دقيقة في الموسم. كابتن يوسف، يعني في هذا الموسم قلت نسبة الأهداف عن الموسم الماضي على الرغم من كثرة اللاعبين الأجانب المهاجمين في البطولة، السبب برأيك؟ شوف، رغم كثرة المهاجمين زي ما تفضلت واللاعبين الهدافين في الدوري السعودي، لكن كانت في بعض الفرق بتلعب بواقعية بانضباطية عالية جدا، احنا شاهدنا نادي الفتح وشاهدنا نادي الاتفاق كانت بتلعب بواقعية أمام الفرق الكبيرة، احنا شفنا الاتفاق هزم الأهلي في بداية الموسم، والاتفاق هزم الهلال في الدوري الثاني، فبتكلم على واقعية وانضباطية كانت عالية جدا. نسبة الأهداف يمكن مقارنة بالأعوام الماضية ما النتيجة حتكون كبيرة جدا، لكن احنا نتكلم على انضباطية عالية، المدربين كانوا بيلعبوا بواقعية خاصة منطقة الوسط بيلعبوا بواقعية دائما عالية، يمكن النتائج في بعض الأوقات تكون نتيجة عالية لظروف معينة من خلال توقفات كانت موجودة في رزنامة الفيفا، وبالتالي تيجي بعض المباريات بعد التوقفات هذه بتكون نتائجها شوية مخلة للنتائج الطبيعية اللي احنا نتكلم عليها، لكن أنا أشوف أنه أعتقد أنه حتى على مستوى تغيير المدربين يمكن أول موسم يمكن يتواجد 5 مدربين سعوديين يمثلوا في الدوري السعودي، وهذه من الحاجات المميزة في هذا الدوري، حتى مع تواجد المدرب الوطني نجد النتائج إيجابية. نعم، من جدة الكابتن يوسف عنبر كنت معنا، وأيضا من الرياض اللاعب السابق تركي العواد كنتما معنا، شكرا جزيلا لكما. من إذن الهلال بطل للدوري السعودي للمرة 15 وأضاف لرصيده البطولة رقم 58، مع هذه
اللقطة نختتم حلقتنا لهذه الليلة. نشكركم على حسن المتابعة ونستودعكم الله. ساخرا تركت الهلال يتوج بلقب الدوري السعودي الممتاز للمرة 15 في تاريخه. صدارة بس.